الشعبيه ما شاء الله عندهم البل والغنم والارزاق وربيع، نبي نروح ونبي ان شاء الله نضم عندهم ونحصل مصالح من عندهم. أيه. يقول مشوا الثلاثه، يقول هذا وحيد بوارد لكن اثره مدفع ما هو بسيط. والثانيين يقول هوذليه، يقول دخلوا الديره، قال يوم انهم اقبلوا على الديره يقول قال قاموا يسالون اللي يبي ضمايم واللي يبي شيء واللي يبي، يقول اثناء الطريق قالوا تبي الضمايم وتبون الرعيه وتبون السراح وتبون المصلحه. أيه. شوفوا امير البلد امير القبيله. أيه. هذا كل الطلاب اللي يطلبون الرعيان موجودين عندهم. يا سلام. ميلوا على الامير يوم البيت المروب على السبير واللومه الزينه، يقول وش اعمالكم يا عيال؟ قالوا احنا رعيان. اي وانت رزق الله. منين؟ قالوا من اهل نيد. قال الله يحييكم يا اهل نيد، قهوه ومعينه وخير وافلحوا. قال عندي الدفتر، يقول انت يا الامير عندي الدفتر فيه فلان ابن فلان يبي له راعي. اي توكلنا على الله يا فلان، ابشر لك براعي ان شاء الله. أي. قال عندي راعي السنه اعطيه قعود، اعطيه قعود. هذه سلوم الناس الاولين وجارهم. قالوا لا هذه ابنك واجد حوالي 50، هذه عليها بكره. يا سلام. اي وخلك كريم. قال تدري يا الامير طول العمر ما يخالف اللي تشوف له بكره. سجل انت يا الامير، سجل دخوله وخروجه عند ابن فلان. قال يلا. الثاني قال انا يا طول العمر بيلي راعي. قال مثل خويك. اي سجل انت يا الامير دخوله وجاره. يقول قام اهل بويه ذي اللي ما بالعين شيء منه. قال انا دور لي معزب. قال والله ما عندنا المكار، المكار هذا خبيث ودائم يحل مشاكله لكن تجدد. وش رايكم؟ يسمعوني الاخوان. ما نسمعكم من الصجي. يبون يشاركون. اي نبي نواصل. يقول قال اسمع البويه ذي البويرد في صحن. يقول قال ابي لي معزب. قال والله ما عندنا الا المكار، والله انه ما يصلح ولا المكار، والله انه ما يشير عليك. كم مره نحل مشكل على مسمى ولا اسم؟ لا 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 الظاهر انه يعني بطول. اسم على مسمى. بطول. لا بطول. اي بطول. اي المهم قال يلا يا المكار تتوب عن ما صار؟ قال اتوب والله اني ها يعني الرجال الطيب انا معه طيب والردي ما يحتاج. ام كربه. المهم قال الامير خلاص حنا كم مره مشكله نحلها عنكم ونخلي الامور تمشي ونكرمك ونكرم صبيك وحال حين لازم نكتب عليك شهود. اي قال والله انا هوت ماني ضامن احد الا قال يا رجال ضم الرجال. قال ما ضممه الا برجلي. الرجل يعطونا ويش؟ يعطون بكار. اي وانا لا منه مثل انتهى وين؟ انتهى مثل سنته. أي. اقطع له رجلي وخلاص. الله. اي قال الصبي قبلت يا طويل العمر. اي بالله قبلت. عزانا سياسه. وضحكوا عليه اخوياه واهل المجلس والحاضرين. اي بس ولدك ولد. ولدك ولد. اي الله. قال رضيت يا طويل العمر. اكتب عليه. ها انت يا المكار لم انه مثلا غلق سنته تعطيه رجلك؟ تقطع رجلك تعطيه. قال الله الله. يا سلام. قال عليك شهود. ثبت عليه وحط الشهود وكتب عليه وقام يضحكون عليه اخوياه اللي جايين منه. لا والله اللي هو اللي راح المكسب. قال احنا ببكار ضامين وانت برجل بيقطع الرجال رجل. هذه عباره هذه مكرو وباطل ذا. اي بالله. اي المهم كمل الرجال سنه كمل سنته. أه. يوم من كمل السنه يقول قالوا العيال اخويا احنا اوفينا عطونا كلنا اخذ حقه. كلنا اخذ حقه بكره. باقي رعى الرجل. باقي رعى الرجل. قال تعال يا رعى الرجل تعال يا الصبي وانت يا المعزب. عطى الرجال حقه. يا طيبه طيبه. قال والله حقه هذه كلام بطلان ما وعباره ما له شيء. قال لا عليك شهود. عليه شهود ومسجلين عليك. اي بالله. وحال الحين اطرحوا الرجال نبي نقص رجل الرجال ونبي نعطيه اياه. شفت كيف السياسه؟ هي سياسه. اجاره. الله الله. المكار جاها واحد اقوى منه. اقوى منه. المهم قال مثل اخوياه يقول انت يا المكار. قال اطرحوا الرجال نبي نقص رجله ما فيها سوالف.
خلاص قال يا طويل العمر بعطيه مثل ما اعطوه خيار. لا لا هذا كول ما رضى الرجال اطرحوا الرجال وحطوا الساطور بناري بقصوا رجله. ايه قال اعطيه يا ابن الحلال ناقه. ها قال لا ما ارضى اعطيه ناقه ولدها اعطيه ثنتين خلفات اعطيه ثلاث يا ولد لا تقصوا الرجل يا ولد. شفت يا ابو مانع يقول طال وقته يقول هو اياه يقول يوم اخذ قال وما قال ما ارضى الرجال يلعب ما ارضى للرجل ما ارضى للرجل تقصونها قدامي وبشيلها على ظهري وبودي امي. هذا والله الحكمه يا رجال اقنع الرجال وين اعطاك خير. قال انا ما ارضى يقول انت يا الصبي الا بنص البل. ها الا بنص البل والله يعني النص ولا اقطعوا الرجل طمعته واجد. الله الله يقول المهم ان الرجال ضاقت بهالدنيا وشاف الساطور حمر إيه والرياجيل متتفينه ويبغون يقطعوا الرجله. قال تبني اعلمك اقسم البل قسمين وعطوه أيوة. واحد لي وواحد له وفكونه منه. الله الله قام اقسموا البل قسمين. المهم اخذ الرجال النص. يوم اخذه يلتفت للامير قال وش تبي منها يا الامير؟ قال ابي خمس. قالوا هذه خمس الغالي من جلساك. قال على وحده. المهم من الصفا على اربع الربع الربع ربع البل. ايه الله الله. قال واخذها الرجال. قال هذولاك كل وحيد يسوق قعيده ولا يسوق باكرته ولا حالته حاله ولا يسوق شاته. قال والرجال جايب له يمكن 20 ابل ابل خلفات وعياله. قال ما ادري ربعه يقول هالبوي اللي جايب لهم 20 من البل. هذه حسب الروايه. قال وزع على خواله وعلى عمامه. قال منايح من البل خلفات. قالوا عين خير. قال وانت الامير. يا سلام مكرمك المكار وافلحت وعينت خير عزل. وانت مكرت واخذت حقك دم المدبور. عز الله ان جابه الجميع. وهذا ما سمعنا جابه على راسه. الله سالم الله يبيض وجهك ابو صالح. انا عندي ابيات يا ابو مانع عن القهوه بما انها موجوده ما شاء الله. فهذا الامير محمد الاحمد السديري رحمه الله يوجه ابيات على يا بجاد يا ب... لا الله اسلم اسلم يا ب... ابو حاتم يا بجاد شب النار وادناد لالي واحمس لنا يا بجاد ما يجعد الراس واحمس لنا يا بجاد ما دراس ودقه بين اجرين يا ظريف العيالي يجذب لنا ربع على كوار جلاس يجذب لنا ربع على رجل لاس وزله إلى من رقاد كل سالي.